سلام الله عليكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم ضمن برنامجنا أحداث وأصداء مباشرة من المغاربية. جاء في بيان أصدرته خمس شخصيات مصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمنع أي منافسة نزيهة خلال الانتخابات الرئاسية، علما أن باب الترشيحات يغلق الاثنين وأن الجولة الأولى من الاقتراع ستجري بين 26 و28 من مارس القادم. ودعت هذه الشخصيات الخمس المصرية من بينها المترشحان السابقان عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات في هذا البيان إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، منددة بمناخ الخوف والجدول الزمني الضيق للاقتراع الذي لا يمنح للمنافسين أي فرصة لطرح برامجهم. وكان حزب النور السلفي من جهة أخرى قد اتخذ القرار بدعم ترشح السيسي لعهدة رئاسية ثانية. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي، الأمر الذي جعل احتمال خوصصة الانتخابات ودخولها كمترشح وحيد للسيسي وارد، قبل أن يظهر في اللحظة الأخيرة رئيس حزب الغد المصري موسى مصطفى موسى للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح. فلماذا يخاف السيسي من هذا الموعد ويغلق مجال المنافسة في هذه الانتخابات؟ ولماذا لا يصر على تنظيم انتخابات إذا كانت هي خلافة نفسه دون مترشحين منافسين؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في موعدنا أحداث وأصداء لهذا اليوم، ونقترح عليكم مشاهدينا وضيوفنا أيضا الذين سيناقشون معنا هذا البرنامج هذه الأصداء. طبقا لمبدأ الشورى وانسجاما مع ما جرت عليه عادة حزب النور من توسيع قاعدة الشورى في المواقف الكبرى، فقد استطلع الحزب وأراء هيئات الحزب المختلفة ومكاتب الحزب وأماناته في المحافظات، ورفعت تقارير بنتائج استطلاعات الرأي هذه أمام الهيئة العليا. وبناء عليه قررت الهيئة العليا للحزب اعتماد الرؤية السابقة كورقة عمل يقدمها الحزب لمن يؤيده في انتخابات الرئاسة، كما رأت أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي هو أقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة وتحقيق التعاون بين جميع مؤسسات الدولة من القوات المسلحة والشرطة والبرلمان والجهاز الإداري وغيرها، بما يحقق الاستقرار ويجنب البلاد الكثير من الأخطار. ولذلك يعلن حزب النور عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، ويحث أبنائه وجميع المصريين على المشاركة في الانتخابات والحرص على البناء والحذر من السلبية واليأس والإحباط. مرحبا بكم مشاهدينا والذين التحقتم بنا اللحظة، هذا أحداث وأصداء نناقش فيه ملف الانتخابات الرئاسية المصرية. ينضم إلينا من مصر أقول المحلل السياسي محمد أبو العينين. بعد الترحيب بك محمد أبو العينين المحلل السياسي المصري من لندن، كيف تقرأ هذه الأجواء المغلقة إلى حد ما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المصرية المزمع إجراء دورها الأول في مارس القادم؟ يعني في البداية خليني أوجه التحية لك ولجمهورك الكريم، وأبدأ من حيث انتهيت عندما تحدثت عن فكرة لماذا هذه الأجواء. هذه الأجواء بطبيعة الحال كانت متوقعة في ظل السلطة دأبت منذ لحظاتها الأولى على النظر إلى العمل السياسي، باعتبار أن
السياسة هي أمر مستهجن وغير مطلوب. كانت هذه السلطة ومنذ البداية الأولى في عام 2014، وربما كان أسبق من ذلك منذ عام 2013، هناك سياق عام في وسائل الإعلام وفي الطرق التي صيغت بها حتى التشريعات بعد عام 2013، كان المقصود بها هو إقصاء العمل السياسي وتهميش كل القوى السياسية لصالح الحديث عن دور القوات المسلحة ودور الجيش، وانتهينا إلى ما نحن فيه الآن من صوت واحد ومن توجه واحد. هذا التوجه الذي يعني اعتمد كثيرا من الإسراف في استخدام القوة والعنف في تهميش وإقصاء كافة معارضيه وكافة القوى السياسية الأخرى، فانتهينا إلى مشهد الرجل الواحد والصوت الواحد والإعلام الواحد. إلى هذا الحد أستاذ محمد أبو العينين، إلى هذا الحد، هل إلى هذا الحد تكون في الغالب وتاريخيا الدكتاتوريات عمياء وغبية؟ أليس من الذكاء مثلا أن تقترح أي دكتاتورية منافسين لها في الترشح لخلافة نفسها مهما كانت هذه الدكتاتورية، حتى يتبين أن المشهد فيه منافسة وفيه انتخابات ويتم تسويق الخلافة الثانية على أساس أنها نظمت بنزاهة وتم الفوز فيها؟ هل هذا النوع من التفكير مستبعد الآن في ظل أحادية الفكر؟ هو مستبعد بطبيعة الحال، لأننا أصبحنا في واقع، نحن أمام الآن لحظة انتخابية لا نستطيع من خلالها أن نؤسس ما تتحدث عنه. ولكن جعلني أضيف أيضا أن ممارسات هذه السلطة ومنذ اللحظات الأولى ومنذ عام 2013 وقد دأبت على استخدام هذا السيناريو وعلى استخدام هذه الآليات من تهميش وإقصاء، وبالتالي باتت النتيجة الحالية التي نشاهدها هي هذه النتيجة التي تعتمد صوت واحد ولا يوجد شخص آخر خلاف ما تتحدث به السلطة. هذا على جانب. على الجانب الآخر الذي تتحدث عنه وهو استعداد السلطة أو أي سلطة مستبدة بطبيعة الحال أن تخلق جهازاً أو ما يسمى الأبراتوس القادر على فكرة إدارة العملية الاستبدادية بطبيعة الحال، يخلق حزب سياسي، يخلق كيان سياسي أو هيئة سياسية تمكنه من أن يستمر في السلطة. بطبيعة الحال هذا لم يحدث. لماذا؟ لأن هذه السلطة وصلت إلى درجة من درجات الغباء الذي مكنها بطبيعة الحال من أن تصبح في هذه الحالة التي يرسل والتي تجعل صدف العالم. أستاذ محمد أبو العينين، في مصر بأنه مهزلة. نعم أستاذ محمد أبو العينين، رجاء ابقى معنا حتى نتحدث عن هذا الغباء الذي يجعل من السلطة وحيدة ومتوحدة في قراراتها. ويلتحق بنا الأستاذ أيمن نور، مرشح رئاسي سابق من إسطنبول. أيمن نور، مرحبا بك، شكرا على تلبية الدعوة وعلى قبولك أن تكون معنا في هذا الموعد. كنا نتحدث مع ضيفنا محمد أبو العينين بخصوص هذا الإقصاء للآخر في مجال الترشح للرئاسيات، هل يعتبر ذلك من الذكاء أو من الخوف من هذه المنافسة التي في كل الأحوال لن تكون مجدية بالنسبة للآخرين، لأنها لن تسفر إلا على نجاح السلطة الحالية وممثلها؟ الحقيقة يعني فكرة الغباء والذكاء الحقيقة هي أقل من حجم المشكلة. المشكلة أن هناك أنظمة استبدادية لا تعرف فكرة المنافسة. قد يتسامح معك أي نظام استبدادي إذا ما مارست قدرا من المعارضة لهذا النظام، لكنه يقتلك فورا إذا قررت أن تنافس هذا النظام. المنافسة مفهوم وسلعة غير موجودة في أسواق الأنظمة الاستبدادية. الأنظمة الاستبدادية لا تعرف معنى لكلمة انتخابات أو لتغيير ديمقراطي. وأنا بتصور أن سقوط بعض الأنظمة في مصر على سبيل المثال كان بفعل إغلاق أبواب المنافسة وإغلاق أبواب التغيير الديمقراطي. أنت تتحدث عنها الآن أستاذ أيمن نور،
ها أنت تتحدث عنها الآن ببساطة، لأن الأمر لا يستحق فعلا أن يكون الإنسان عبقريا أو ذكيا. الانغلاق، غلق أبواب المنافسة، سجن المتنافسين والمنافسين المحتملين لن يعود بالخير ولن يعطي هذا النجاح طعما إذا ما تحقق هذا النجاح. وأنت كنت يعني مرشح رئاسي سابق، كيف لك أن تتوصل أنت إلى هذه النتيجة الطبيعية ولا يتوصل القائم بالنظام الاستبدادي إلى هذه النتيجة؟ يعني هل من تفسير نفسي؟ هل من تفسير علمي؟ لا، هو الحقيقة خليني أقول لك، أنا كنت مرشح رئاسي في أول انتخابات رئاسية في تاريخ مصر وهي 2005، وبعد ساعات قليلة من إغلاق صناديق الانتخابات كنت في معتقل ولمدة 5 سنوات تقريبا. وبالتالي فكرة العقاب على فكرة المنافسة هي بدأت مع فكرة أول انتخابات رئاسية في مصر. هذا تكرر بدرجات متفاوتة عدا انتخابات 2012 وهي الانتخابات التي جاءت بعد الثورة مباشرة. لكن في كل المعارك الانتخابية اللاحقة ل 2005 تم ممارسة درجة من درجات الإقصاء، حتى في انتخابات 2012 وهي الأفضل كان في 10 مرشحين من 20 تم إقصائهم خارج الصندوق، إلى حد إن إحنا قلنا أن نصف الانتخابات تمت خارج الصندوق، وكان الأسامي التي تم إقصائها هي الأسامي الأهم، بدءا من خيرت الشاطر، حازم أبو إسماعيل، أيمن نور، عمر سليمان، إلى آخر الأسماء التي تم إقصائها. ففكرة الإقصاء الحقيقة أصبحت فكرة يعني مقترنة بفكرة المنافسة التي تتم بغير إرادة سياسية لفكرة المنافسة الديمقراطية. الذي حدث في انتخابات 2018 ربما يكون هو الأسوأ على الإطلاق نتيجة تقلص القدرة الذهنية للذي يحكم مصر والمجموعة المحيطة به. نحن أمام عسكري لم يتعاطى أي قدر من الثقافة السياسية أو الثقافة الديمقراطية. هذا العسكري ربما يكون هو الأسوأ حتى في تاريخ العسكريين في مصر. يعني كان لدينا عبد الناصر، كان لدينا السادات، كان لدينا مبارك، جميعهم ما كانوش بهذا الاستبداد الخام. نحن أمام حالة من حالات الاستبداد الخام الذي لم نهذب بأي خبرة سياسية في أي نعم. وقت من الأوقات. طيب أستاذ أيمن نور، ابقى معنا، نعود إلى ضيفنا محمد أبو العينين المحلل السياسي. محمد أبو العينين يذكر ويشير أيمن نور إلى حوادث تاريخية في تاريخ مصر حصلت أيضا في التاريخ السياسي لمصر، وأن ربما العسكريين الذين مروا على الحكم في مصر لم يتصرفوا بهذا الشأن، هل لكونهم كانت لديهم مساحة من المعرفة السياسية دون أن يكونوا عسكريين 100%، أو أنهم لم يكونوا يخشون المنافسة، أو على الأقل احتمال ثالث كانوا يستطيعون تنظيم انتخابات رئاسية متعددة دون إقصاء أحد، ولكنهم يضمنون نجاحهم بطرق أخرى مختلفة؟ خلينا بس نقول انه حتى في العهود السابقه عندما تتحدث مثلا عن عهد الرئيس الراحل انور السادات او عبد الناصر او حتى حسني مبارك، كان هناك جهاز، والذي تحدثت عنه في بدايه حديثي، اللي هو جهاز الدوله الذي تعتمد عليه في عمليه التزوير. نعم، التزوير يقوم به يعني جهاز خاص وهو وزاره الداخليه التي تيسر وتسهل عمليات التزوير، ولكن في النهاية كان هناك جهاز كامل، سواء كان في عهد الرئيس عبد الناصر وما كان يطلق عليه الاتحاد الاشتراكي، ثم بعد ذلك جاء من بعده الحزب الوطني أو المنابر، ثم الأحزاب السياسية التي كانت في أغلبها عبارة عن هياكل في النهاية تقوم بخدمة مؤسسات الدولة، وبالتالي كانت تقوم بعمليات التعبئة والحشد التي يحتاجها أي حزب سياسي أو التي يحتاجها أي نظام سياسي. هذا الأمر بطبيعة الحال كان يحتاج إلى مساحة من الإدراك السياسي لطبيعة وكيان الدولة، وبالتالي
كان يتم استخدام هذا الجهاز لتحشيد ولتعبئة ولإعداد الناس حتى تصل إلى عملية سياسية يمكن أن نقول عنها في حدها الأدنى عملية سياسية ولكنها مقبولة. يعني كان هناك هندسة لعمليات التزوير، كان هناك هندسة لعمليات العمليات الانتخابات بشكل عام. أعتقد أن النظام الحالي بما أطلق عليه الدكتور أيمن نور الاستبداد الخام أو الطاغية الخام، أعتقد أن هذا النوع أعتقد أنه رديء إلى حد عدم إدراكه لأهمية أن يكون هناك جهاز للدولة. هذا الجهاز يقوم على فكرة سلطات موجودة، أي نعم هذه السلطات كان يسيطر عليها من جانب الدولة وتتم إدارتها في إطار عملية سياسية متكاملة بهدف خدمة الدولة، ولكن في النهاية كانت هناك عملية مشرعنة أو يتم اختلاق الشرعية أو اصطناع الشرعية. أما هذا النظام أعتقد أنه يفتقر إلى أبسط بديهيات العمل السياسي، وهذا واضح نعم بالمناسبة من طريقة إدارة هذا الرئيس للدولة المصرية منذ طيب عام 2014 وحتى الآن. طيب سنتحدث عن طريقة إدارة الدولة المصرية مثل ما أشرت، ولكننا سنقتصر حاليا على الحديث على طريقة تسيير ومسايرة فقط موعد انتخابي لا يتجاوز هذه المرحلة. دكتور أيمن نور، قبل أن يحدث هذا القمع، قبل أن يحدث هذا الغلق للساحة السياسية، كانت الأرمادة الإعلامية تخدم اتجاها واحدا، فقد ربما بالغت في تصوير عبد الفتاح السيسي بأنه هو منقذ مصر وبأنه هو قطز وبأنه هو صلاح الدين الأيوبي ووصفته بكل الأوصاف. هل في رأيك دكتور يدخل كل هذا في إطار الإعداد لهذه المرحلة الانتخابية أو فيما يسمى بين قوسين في بالتزوير الذهني المسبق للعملية الانتخابية؟ فقدنا دكتور أيمن عبد النور، نتمنى أن يعود إلينا سريعا ونتحدث بذات السؤال مع الأستاذ محمد أبو العينين. محمد أبو العينين، ربما استمعت إلى السؤال والمتعلق بذلك التحذير الإعلامي وتلك التحذيرات التي كنت تتحدث عنها فيما يتعلق بتاريخ مصر السياسي. اليوم ظاهرة كما وصفها الدكتور أيمن نور بظاهرة الاستبداد الخام، هل تدخل هذه الظاهرة الاستبدادية الخام في الإعداد الإعلامي المسبق والذي وصفه كما أسلفت من قبل بكل الأوصاف والشخصيات التاريخية، هل يدخل ذلك في إطار إعداد هذا الموعد؟ نعم، بطبيعة الحال كان هناك محاولة من جانب النظام لمحاولة إقصاء كل القوى السياسية وتهميشها ومحاولة إصدار العمل السياسي. كان هناك لغة يتم استخدامها طيلة الأربع سنوات الماضية تخون كل من يتحدث عن فكرة النقد، تخون كل من يقدم وجهة نظر مختلفة عما يقوم به النظام، تخون كل من يقول أنه يجب أن تكون هناك محاسبة ومساءلة، تخون كل من يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك برلمانا معبرا بشكل حقيقي عن مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة، والذي ترتب عليه بطبيعة الحال وجود هذا البرلمان المشوه الذي يتم استخدامه الآن في تمرير العملية الانتخابية المعيبة. نحن أمام حالة متكاملة مرت بسنوات متعددة لم يدرك النظام أنه سيأتي الوقت الذي سيحتاج فيه إلى القوى السياسية كي تكون إلى جواره، كي تقدم له ما يطلق عليه عون الشرعية. وبطبيعة الحال لم تكن القوى السياسية لتلعب هذا الدور، ولكنها قدمت بطبيعة الحال طيلة السنوات الأربع الماضية عدد كبير من المناضلين وعدد كبير من الشباب الذين يخضعون في سجون هذا النظام الآن، والذين يعانون من استبداده ومن قمعه ومن سجونه ومن معتقلاته. وبالتالي كانت هذه الحالة بشكل متكامل هي التي أوصلت إلى ما نحن فيه الآن. وبالتالي الاستخدام الإعلامي المكثف لهذه الصيغة ولتلك الشوفونية الشديدة التي ترى ضرورة أن يكون هناك صوت واحد، أن يكون هناك آلية واحدة، أن يكون هناك رأي واحد، نعم هذا الأمر هو ما
يعني طيب أدى إلى ما نحن فيه الآن. طيب ابقى معنا دكتور محمد أبو العينين، لأن استطعنا أن نتصل ونربط الاتصال بالدكتور أيمن نور. دكتور أيمن نور، مرحبا بك مجددا. كنا نتحدث بشأن هذه الظاهرة، ظاهرة إعداد لخلافة لسلطة، لإعداد سلطة لخلافة نفسها. أليس من الذكاء أن تتوجه مباشرة هذه السلطة لخلافة نفسها دون أن تورط نفسها في سجن وحبس وغلق مجال المنافسة بسجن المتنافسين، بحبسهم وبإجبارهم على الانسحاب؟ شكرا وبعتذر عن انقطاع الخط لأسباب تخصني. الحقيقة أنا يعني مرة ثانية بقول لحضرتك إن هذه السلطة لا تعرف معنى لفكرة المنافسة ولا معنى لفكرة الانتخابات، هي تعرف فكرة القتل والاعتقال والسجن والإقصاء. هذه السلطة التي جاءت بانقلاب هي تنقلب على كل ما تعهدت به بما في الدستور الذي صدر عام 2014 تحت رعايتها، كل المرادف من هذا الدستور هي انقلبت عليه. فكرة الانتخابات كانت محل شك، وحتى يعني أيام قليلة ماضية كان هناك تفكير في إلغاء الانتخابات لعمل صيغة دستورية جديدة تمد مدة الرئاسة الحالية، لأن الرجل لا يحب فكرة الانتخابات. ربما اللي ضاعف المشكلة في هذه المرة فكرة المنافسة على خلفية عسكرية. دائما الحاكم العسكري ينظر للمنافس المدني انه شخص غير مؤثر او شخص يستطيع ان يقصي دون ان يكون هناك تكلفه لهذا الاقصاء. هذه المره لاول مره كان هناك منافسه عسكريه، سواء كان في الصيغه الاولى ليها من خلال احمد شفيق او الصيغه الثانيه من خلال سامي علان. هذا عقد المشهد اكثر. اعتقد ان ده قد يكون له مضاعفات داخل المؤسسه العسكرية. نعم. هذا المشهد هو في تقديري مشهد فارق في العلاقات العسكرية في مستقبل فكرة الدولة المدنية، لأن الذي من وصفه السيسي أصبح يرسخ مفهوم لدى الكافة حتى لدى المؤسسة العسكرية أننا ماضون في طريق الخطأ والخطر. لا دولة تستطيع أن تستمر بهذه الأوضاع العنيفة، بهذه الأوضاع الإقصائية، بهذه الروح التي تفرق الجماعة الوطنية نعم. بصورة لم يسبق لها مثيل. يعني دكتور أيمن نور، دكتور أيمن نور، ما نفهمه من هذه المداخلة أو على الأقل ما يمكن أن نستنبطه ونستنتجه منها هو أن التحاق مرشح رئيس حزب الغد ما هو إلا استفاقة من هذه السلطة التي قالت أنه من غير المعقول أن لا يكون هناك متنافسين، وأن التحاقه في اللحظة الأخيرة ما هو إلا إعادة النظر في مستوى تفكير هذه السلطة. يعني الحقيقة هو مش إعادة نظر، هو تحصيل حاصل. هو في النهاية الذي تسميه مرشح الغد، وهذا يؤلمني كثيرا، هو ليس مرشح الغد، هو جزء من المؤسسة الأمنية في مصر عمل لحسابها سنوات طويلة. هذا الرجل بدأ علاقته بالعمل العام في عام 2004 عندما تلقى رسالة SMS من حزب الغد، وكنت في هذا الوقت مقبل على انتخابات الرئاسة، انضم إلى الحزب. بعد 3 أسابيع انقلب عن الحزب وذهب للوعيد مبارك وليس مرشح حزب، فقنن الحزب، فقاد هو والامن انقلابا على هذا الحزب، فاسس حزب جديد وهو حزب غد الثوره الذي استقبل الثوره والذي دعا لثوره النجاح. هذا الحزب القديم وهذا الرجل هو محسوب على اجهزه الامن من اليوم الاول. هو كان بيقود حمله مؤيدون لتعيين السيسي حتى ساعات قليله ماضيه، وفجاه استدعي لدور اخر في تأييد السيسي وليس ضده. هو ليس إفاقة من النظام، لكنه هو استمرار في سياسة الخداع
وهو يخادع نفسه، لان العالم كله تعامل مع قصه موسى مصطفى وموسى باعتبارها قصه هزليه مضحكه. هو مسار شخصيه مصر والعالم كله منذ الاعلان عن ترشحه، وهو لا يغير من الامر في شيء. نعم. نحن امام استفتاء، هذا الذي سيبرا استفتاء وليس انتخابات. وموسى لا وجود له، ولو كان له صوت اعتقد انه سيضعه في الصندوق باسم السيسي وليس باسم موسى مصطفى. استاذ ايمن نور، مع هذه القراءه ومع هذا الوصف الحالي لما هو واضح في الانتخابات الرئاسية المصرية، يبدو أنه نستطيع أن نتوصل إلى أن السيسي سيكون رئيسا لمصر لعهدة ثانية. كيف تقرأ مستقبل مصر في ظل هذا الوضع ومستقبل السيسي في حد ذاته في السلطة إذا ما واصل في هذه السياسة الانغلاقية إلى التي وصفتها بالاستبداد الخام؟ خليني أقول لحضرتك أن كل الأنظمة التي سقطت ربما كانت تقطها بعد انتخابات مزورة أو انتخابات ليست بانتخابات. سقوط مبارك في 2011 كان عقب انتخابات مزورة بالكامل، زور البرلمان بنسبة 100%، بعد انتخابات رئاسية زورها واعتقل منافسه، وبالتالي شعر المواطن أن أبواب التغيير الديمقراطي بالآليات الطبيعية مغلقة، وبالتالي لجأ المواطن المصري لأول مرة منذ سنوات بعيدة جدا لفكرة التغيير الثوري. أنا بتصور أن نجاح السيسي هو نجاح بطعم الفشل وبطعم السقوط، لأن هذا الرجل لن يتمكن من الاستمرار لمدة طويلة بعد هذا النجاح، لأن أبواب التغيير الثوري ربما ستنفتح. أعتقد أن الآفات التي أصابت الحياة السياسية والجماعة الوطنية سيتم معالجتها في الفترة القادمة من خلال إعادة بناء الجماعة الوطنية والاستخلاص بين مكوناتها للخلاص من هذه الكابوس اللي أجمع حتى الذين أتوا به أجمعوا أنه كابوس وأن بقاءه خطر على مستقبل هذا الوطن. لهذا انا متفائل جدا بانتخابات 2018 لانها ستكون بدايه نهايه نظام السيسي. هذا دكتور ايمن نور، هذا ما قراه الكثير من المحللين، ولكن من وجهه نظر اخرى دعنا نطرحها ايضا للنقاش، تتعلق بان الكثير ايضا من المحللين الذين يمرون عبر شاشات التلفزيون وعبر وسائل الاعلام في مصر يقولون ان عبد الفتاح السيسي استمسك بما يسمى بين قوسين بالعروة الوثقى في مصر والمتعلقة بضمان الأمن، ضمان السلام، وضمان إنجازات متعددة وخصوصا في المجال الاقتصادي، وأنه يسير في الطريق الصحيح. يعني خليني أقول لك هذا الكلام مش دقيق أوي، وكل الأنظمة التي تستشعر هذه الثقة تسقط وتسقط أسرع مما يتوقع الجميع. نظام مبارك كان يستشعر نفس هذا الشعور وربما اكثر، لانه كان بدا يخطط لتوريث الدوله والنظام الى نجل رباك فرط الثقه منه في استقرار الاوضاع. انا بعتقد ان السيسي اضعف بكثير من مبارك، واعتقد ان الوضع في عهد السيسي أسوأ بكثير من الوضع في عهد مبارك، لان استقرار مبارك لم يحافظ على نظام مبارك، لكنه كان خداع بصر بالنسبه للنظام وبالنسبه لمبارك، وفرط الثقه ادى الى سرعه السقوط في ايام معدوده. نظام السيسي ربما اكثر شراسه لكنه ليس اكثر قوه، ربما يكون اكثر دمويه لكنه ليس اكثر سيطره على المشهد. اسمح لي اقول لك في ختام حديثي، يعني لو سالت السيسي كل من معك أقول لك من أنت؟ أقول لك الآن السيسي لم يعد معه أحد، وصل إلى حد أنه لم يجد من يأتمن على إدارة المخابرات العامة سوى مدير مكتبه الذي أسند إليه هذه المهمة. هذا الاختيار اختيار باشر يوضح دكتور الأزمة التي عاشها هذا دكتور. يبدو أن هذا الأمر
لا ينطبق على المتعاملين مع مصر كدولة استراتيجية في الخارج. ربما فعلا ما تشير إليه بأن السيسي يفقد الكثير من الأصدقاء ويفقد الكثير من المقربين داخل مصر، ولكنه يبدو أنه ما زال يحتفظ بالكثير من الأصدقاء من الجيران ومن المتعاملين الحقيقيين في استراتيجيات السياسة الدولية. هل توافق؟ لا أوافق، وخليني أقول لك ليه لا أوافق. من الذي يقف الآن مع السيسي؟ خلينا نرتبهم بترتيب الأهمية والوزن النسبي لموقفهم مع السيسي. يقف مع السيسي الآن إسرائيل، ووقوف إسرائيل إلى جواره مرتبط بفكرة الصفقة الكبرى أو صفقة القرن كما تسمى، وأعتقد أنها أوشكت على الانتهاء وسينتهي دور السيسي بالنسبة لإسرائيل. يقف إلى جوار السيسي على المستوى الدولي ترامب وبعض أفراد من إدارته، لكن حتى الدولة الأمريكية ومؤسساتها لم تعد متعاطفة على الإطلاق مع السيسي. يقف على المستوى الإقليمي مع الإمارات، ومفهوم إيه حسابات الإمارات وعلاقتها بالتوازن بالعلاقات مع إسرائيل وغيرها. السعودية يعني لديها موقف ما زال يراوح مكانه، لكن في النهاية هو موقف لم يكن، أو أقدر أقول إن هو مش بحماس موقف السعودية في عهد الملك عبد الله. وأعتقد إن موقف السعودية ربما يتغير في المرحلة القادمة. فيما عدا هذا أرجوك أن تشير لي فين تحالفات السيسي. السيسي تساند على فكرة تحالفات إقليمية واسعة، استرداد قيمة مصر في المنطقة، استرداد قيمة مصر في أفريقيا. أعتقد أن ما حدث منذ ساعات في أثيوبيا غير دليل أن مصر فقدت الكثير من وزنها الاستراتيجي في محيطها الإقليمي، في أفريقيا، في العالم العربي. وأعتقد أن السيسي الآن يعاني من وحدة شديدة حتى ولو ظلت معه إسرائيل والإمارات. شكرا دكتور أيمن نور، المرشح الرئاسي السابق، كنت معنا من إسطنبول. في هذه القراءة نعود إلى الأستاذ عاطف أمين إبراهيم علي، المحلل السياسي الذي يلتحق بنا من لندن. أستاذ عاطف أمين، كنا نستمع إلى دكتور أيمن نور وهو يتحدث عن العزلة الداخلية وربما الخارجية أيضا التي تميز مستقبل حكم السيسي. قبل أن نتحدث عن قراءة في هذه الفكرة وعن تصورك لها، لنتحدث أولا ولنجيب عن السؤال: لماذا أزاح وسحب ووقف السيسي أمام كل المترشحين بين قوسين من ذوي الأوزان الثقيلة الذين كان يمكن أن يكونوا منافسين حقيقيين في هذه الانتخابات الرئاسية؟ أولا أنا بحيي حضرتك شكرا. أول أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، إن الرئيس السيسي الحقيقة هذه شخصية كبيرة جدا ومحبوبة جدا لدى الشعب المصري ولدى العالم العربي والعالم الخارجي. فإذا أنت حضرتك بصيت إلى المرشحين أو اللي كانوا هيكونوا مرشحين، هتلاقي أن الشعب لن يوافق على أحد منهم إطلاقا. ليه؟ لأن الرئيس السيسي أنقذ مصر والعالم العربي من سطوة الإخوان ومن تحكمهم في مصر. فهو خلص مصر من الفئه الضاله دي، والشعب نفسه مقدر الاعمال الكبيره جدا والانجازات الضخمه اللي كل العالم بيشهد بيها ومراحلها كبيره جدا، وان هي مستمره لمده 5 6 سنين جايين. فالشعب مش هيقدر يخاطر بأي مرشح آخر. فالدنيا مقفولة في مصر إطلاقاً
ولا يقبل. يعني حتى لو نزل اي مرشح من المرشحين اللي كانوا عاوزين ينزلوا لن يحصلوا على 1% من الاصوات. لا عاطف ابراهيم، عاطف ابراهيم استسمحك لحظه فقط، لماذا في رايك بين قوسين يحق للكل الحديث باسم الشعب؟ اخرون يقولون ان سامعنا بين قوسين، او حتى رئيس حزب الغد لو كانت الانتخابات حره ونزيهه لما اخذ السيسي نصف او على الاقل ربع الاصوات التي سيأخذها هذا المترشح المنافس. والا ترى انه من البسيط ومن الطبيعي الحديث باسم الشعب وتبني خياراته؟ احنا اذا كلمنا على الفريق العنان، فهنلاقيه ان هو لم يسلك المسلك القانوني اللي هو يخليه يسمح له بالترشيح. انت حضرتك شفت المجلس الاعلى للقوات المسلحه لما السيسي نزل الانتخابات اصدر بيان وقال ان هو استوفى جميع الاوراق المطلوبه، فهو عمل هذا الشيء. لكن بالنسبه للعنان لم يقدم على هذا الموضوع اطلاقا. وبالنسبه لرئيس حزب الغد، ما هو نزل الانتخابات قبل كده، حصل على ايه؟ حصل على ايه؟ ولما يطلع ويهرب ويهرب على تركيا ويبث قناه تشتم في مصر والمصريين، مين بيأيده؟ مين بيسمع له؟ مين اصلا بيسمع له؟ وخد افراج صحي عشان يروح يشتم مصر من بره. فطبعا المصريين الان لا يمشي ورا هذه المتاهات ولا يمشي ورا هذه صحيه وفاقه. استاذ عاطف ابراهيم، استاذ عاطف ابراهيم، هذا هو مركز السؤال وهذا هو بيت القصيد. أنت حينما تقول المصريين الآن، أيضا المخالفون لتصورك يقولون المصريين الآن. المصريين الآن، الآن أنت هتتفرج عليهم يوم 17 و18 و19 مارس. حضرتك عيد السؤال ده بعد 18 و19 مارس عشان تشوف الزحف اللي هيكون على الصناديق. طيب، وإن النتيجة هتوصل. طيب عاطف استاذ عاطف ابراهيم، طيب استاذ عاطف ابراهيم، ابقى معنا حتى نسال اسامه رشدي عضو الجبهه الوطنيه المصريه الذي يلتحق بنا الان من لندن. اسامه رشدي، كنا نتحدث بشان غلق بين قوسين الانتخابات الرئاسيه المصريه واستحواذ السيسي على كل خيوط اللعبه، هذا ما تصفه بعض التحاليل، هل توافق على هذه التحاليل أم أنك تقتسم فكرة عاطف أمين إبراهيم علي الذي يقول أنه ليس هناك أي مرشح جدير بأن ينافس السيسي وأن المصريين بين قوسين اختاروا مرشحهم ورئيسهم وأن 18 مارس الجاري القادم لن يكون إلا عرسا للمصريين الذين يريدون السيسي بقوة؟ ولا طبعا، يعني حضرتك هذا كلام يعبر عن قمة الهزل. يعني ان انت تصيب على المطلوب فتأتي بالمنافسين المفترضين تختطف هذا وتودي هذا في السجن وتعتقل حملة هذا، ثم بعد ذلك تأتي تفرغ الساحة تماما من اي منافس، وفي اللحظة الأخيرة يأتي واحد كومبارس مشهور المفروض أنه هو لا يستحق أن يترشح وفقا للقانون. يعني المادة الأولى من القانون بتشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي، وهو غير حاصل على مؤهل عالي. فقرة 3، موضوع الخدمة العسكرية، وما خدش الخدمة العسكرية وما نعرفش سبب إعفائه. في شبهة كبيرة أنه حاصل على جنسية أجنبية، وهي الجنسية الجزائرية، مع كامل الاحترام للشعب الجزائري، إنما احنا بنتكلم الآن على شروط قانونية إن هو ألا يكون هو أو والديه حصلوا على أي جنسية أجنبية من قبل، وهناك شبهة إن والده كان حصل على الجنسية الجزائرية ووالدته وكذلك هو. فإذا أنت تتكلم عن
يعني هزل، يعني هذا غير مسبوق في تاريخ مصر. مصر ليست جمهورية بوز. مصر عندما كانت هناك ديمقراطية شهدنا انتخابات تنافسية حقيقية، شارك فيها 14 من السياسيين المرموقين في مصر، وكل من استوفى شروط الترشح في أجواء حرة كاملة ترشح من قبل. أما أن تقول أن السيسي هو مبعوث العناية الإلهية وهو الفاشل الذي فشل تماما على مدار 5 سنوات أخرى، لم ينجح إلا في الاستبداد وفي الدكتاتورية وفي فتح السجون لعشرات الآلاف من خير شباب مصر، نعم. لم يفلح إلا في بناء 17 سجن جديد، لم يفلح إلا في تكبيل مصر بديون أضعاف ما كانت عندما توقع هذه السلطة. وصلت ديون مصر الخارجية الآن ل 81 مليار دولار بينما كانت 36 مليار عندما تولى السلطة. طيب الديون الداخلي وصل لأكثر من طيب ابقى معنا مليون. أستاذ أسامة رشدي، أستاذ أسامة رشدي، طيب ابقى معنا، نعود إلى محمد أبو العينين المحلل السياسي. ذكر الأستاذ أسامة رشدي الجنسية الجزائرية لرئيس حزب الغد، ذكر أيضا طبعا احترامه للشعب الجزائري. في هذا السياق تحضرني فكرة أنه يتم تزوير الانتخابات الرئاسية في الجزائر بذات الصيغة، ولكن بذكاء أكثر، بحيث لا يمكن أن تسحب الترشيحات ولا يمكن سجن المترشحين إطلاقا، بل على العكس يتم تشجيعهم على الترشح ويتم دفع الأموال لهم للترشح لإعطاء جو جيد من التنافسية ومن الشرعية للذي سينجح وهو معروف مسبقا والجميع يتحدث باسم الشعب. دعنا من خلال هذه المقارنة نتحدث عن طرفي نقيض آخرون يقولون أن السيسي حسب المصريين هو مبعوث العناية الإلهية، آخرون يقولون أن السيسي حسب المصريين لا يمكن أن ينجح حتى بنسبة 1%. أين موقع الحقيقة من طرفي النقيض أستاذ محمد أبو العينين؟ يعني جعلني أقول لك أنه يمكن أن نقول أنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بما يمكن أن تسفر عنه الصورة التي سنشاهدها يوم الانتخابات أو ما يطلق عليه الانتخابات، لأني بطبيعة الحال أرى أن ما يحدث ليس انتخابات ولا به أي مظهر من مظاهر العملية الانتخابية. ولكن اجعلني أقول لك أيضا أن ربما يكون أحد المؤشرات الرئيسية في هذا السياق هو فكرة أنه إحجام الناس عن المشاركة في السياسة، عملية إحجام الناس حتى عن الذهاب، ربما كانت بشائرها الأولى في الانتخابات البرلمانية عندما استشعرت الناس أن هذا البرلمان تم صناعته داخل الأجهزة الأمنية، لم تذهب الناس إلى الانتخابات ولم تذهب الناس إلى الصناديق، وكانت نسبة المشاركة نسبة مخزية. هذا جزء رئيسي فيما يحدث. أيضا علينا أن نقول أن الحديث الذي تم استمراره طيلة الفترة الماضية حول فكرة أيضا، وهذا ما قلته في السابق، المشاركة السياسية، فكرة أن استخدام الشعارات الشعبوية التي تحدثت عنها والذي تحدث عنها ضيفك الكريم من لندن خلاف الدكتور أسامة رشدي الذي تحدث عن الإنجازات، أين هذه الإنجازات التي تتحدث عنها؟ هل الإنجازات التي تتحدث عنها تتمثل في التشريعات التي تصدر من برلمان هو بطبيعة الحال ترسل إليه التشريعات من خلال الأجهزة الأمنية؟ هل الإنجازات التي تتحدث عنها هي الأحوال الاقتصادية التي يعاني منها الطبقات الوسطى والدنيا في مصر؟ هذه هي ما يمكن أن نقول عنه أنه تنبؤ بما ستسفر عنه العملية الانتخابية. طيب. لا توجد مساحة حتى في الإعلام الرسمي للصوت المخالف. نعم. انظر إلى محطات التلفزة، انظر إلى وسائل الإعلام في مصر كيف تتحدث عما يحدث في مصر، انظر إلى حديث الرئيس نفسه عن أنكم ما تسمعوش كلام حد غيري. هذه ليست صيغة طيب. سياسية، هذه صيغة شعبوية، هذا خطاب شعبوي لرئيس يفتقر طيب. إلى أبسط مقومات التأهيل. طيب ابقى معنا أستاذ محمد أبو العينين، سأعود إليك
سأعود إليك لتوضيح فكرتك مباشرة إلى عاطف أمين إبراهيم علي المحلل السياسي من لندن. عاطف، استمعت إلى هذا الحديث، أشار المتدخلون إلى أن هناك أيضا تساؤلات وعلامات استفهام توضع أمام قضية الإنجازات. بغض النظر عن هذه علامات الاستفهام هذه، هل أنت متأكد أن الشعب سيكون حاضرا بقوة يوم الانتخابات مع هذه الدعوة للمقاطعة التي قدمتها شخصيات سياسية ويعني حزبية في مصر؟ أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. نعم. الشعب الآن ذكي جدا وبيقارن بين فترتين محددتين. فالفترة اللي كان فيها محمد مرسي لما كانت الكهرباء بتتقطع، لما كان البنزين مش موجود، لما كان المواد الغذائية غير متوفرة والمواد البترولية، وتقارن الآن عندنا فائض من الكهرباء، عندنا فائض من المواد البترولية، الاكتشافات على أعلى مستوى في البحر المتوسط، وهتتفرج أنت حضرتك خلال فترة بسيطة أن مصر بدل ما دولة مستوردة للغاز هتصبح دولة مصدرة للغاز. اسطوانات البوتاجاز اللي كان الإخوان بيتكلموا على الإنجازات، ما النهاردة عندنا فائض منها، ما فيش حد بيشتكي جدا، ما فيش توابير عيش. كل الفترة دي اللي كانت فيها مصر بتعاني من النقص الشديد في كده، تعال حضرتك اتفرج تاني، أربع أنفاق تحت قناة السويس، أربع أنفاق في نفس التوقيت بنشتغل فيها، 1,300,000 وحدة سكنية النهاردة بيتباع للمصريين وللعاملين في الخارج وكل حاجة. سنة 2012 كان الفلوس اللي بتيجي لمصر من العاملين في الخارج لا تتعدى 2 مليار 3 مليار، السنة دي 26 مليار. كل المؤسسات الدولية بتتعامل معاه، كل الدول بتتطابق على مقابلة الرئيس السيسي في القاهرة، يحضر جميع المؤتمرات العالمية. ادي مصر، ادي رجعت قوتها تاني. ف 2019 هي هتبقى اللي ماسكه القمه الافريقيه، رئيسه القمه الافريقيه. نعم. انت حضرتك بتتكلم على ايه بس؟ هم بيتكلموا على ايه؟ الشعب ذكي جدا وعارف الطرق اللي اتعملت وعارف كل حاجه اتعملت. الناس في مصر المشروعات. طيب استاذ عاطف، وصلت فكرتك، نشكرك جزيل الشكر على المشاركه معنا. إلى اللقاء. عودة إذن إلى الأستاذ أسامة رشدي، عضو الجبهة الوطنية المصرية من لندن. دكتور أسامة رشدي، ختم عاطف أمين إبراهيم حديثه بالإشارة إلى أن المصريين في الخارج والمصريين في الداخل في عهد السيسي سيكونون حاضرين بقوة، وأن طبعا من خلال حضورهم المالي وإعادة المال بما يقدر ب 26 مليار ما هو إلا جزء من إنجازات السيسي. أولا حضرتك، المصريين في المصريين في انتخابات 2014 لم يذهبوا أصلا للانتخابات، ويرجع للميديا هتلاقي الاعلاميين بتوع السيسي عمالين يصرخوا طول النهار يا ناس انزلوا، عيب كده، يعني الراجل يعني مش عارف نزل لكم وانتوا مش عايزين تعبروه. ما حدش نزل، ولذلك اضطرت لجنه الانتخابات في فضيحه مع يعني مع مسجله ان هي تمدد يوم ثالث، وفي اليوم الثالث قاموا هم بتعبئه الصناديق وتصوير الانتخابات. أما اللجان كانت خاوية على عروسها والصور موجودة. هذا لا يقارن عندما كانت هناك ديمقراطية وكان المصريون يصطفون بالطوابير، لدرجة أن طول الطوابير دخلت يعني موسوعة جينيس. كيلومترات الناس كانت بتوقف وكانت بتصبر. هو ده الشعب الذكي اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو بيدرك متى يشارك عندما يكون صوته قيمة، ومتى يقاطع عندما يعلم ان الدكتاتور المستبد يصادر صوت هذا الشعب وسيقوم بالنيابه عنه بتعبئه البطاقات.
اما موضوع الانجازات بيتكلم عن ايه؟ ده الدولار كان ب 7 دولار، بقى ب 18 دولار الان. اذا كان الانفليشن والتضخم يعني خلى الاسعار تتضاعف بالنسبه ذكينه، قوتها الشرائيه ماتت وانتهت الان، نعم، طبقه الفقراء في مصر، واصبح الناس بتكلم نفسها في الشوارع من قله ذات اليد. لما جمد الاجور ورفع الاسعار، الانجازات ايه اللي بيتكلم عنها؟ وسلع ايه اللي متوفره اذا كان الناس ليس لديها ما تشتري بهذه السلع؟ بيتكلم على تحويلات المصريين في الخارج، لا، في 13 كانت 19 مليار. والمبلغ اللي بيتكلم عنه الان راجع ان الناس الان اللي بره او مستثمرين اجانب بيضخوا اموال عشان يشتروا، لان في انهيار في الاسعار في مصر. نعم. اللي معاه دولار الان بيشتري. طيب. نعم. طيب لقد اوضحت. دكتور أسامة رشدي، لقد أوضحت هذه النقطة، ونحن الآن لا نستمع إليك جيدا نظرا لتردي الصوت بالنسبة للخط الهاتفي. نشكرك جزيلا على مشاركتك معنا في هذا الموعد. نعود إلى دكتور محمد أبو العينين المحلل السياسي، والذي سنتساءل معه رغم أن وقت الحصة يداهمنا بخصوص القراءة في هذا المستقبل. كنا قد طرحنا ذات السؤال على الدكتور أيمن نور، وكان قد توقع أن هذه الممارسات القمعية الخام ستندثر يعني، وليس أمامها مستقبل. ما قراءتك للوضع السياسي في مصر باختصار أستاذنا؟ أعتقد أنه مقبل الأيام ربما تكون حبلى بكثير من الوقائع وكثير من الأحداث. نحن الآن ننظر إلى السلطة الحالية، السلطة الحالية تفتقر إلى الحدود الدنيا من الشرعية. أعتقد أن هناك سيكون عدم إقبال شديد من جانب الناخبين، وستصبح صورة السلطة السياسية مهزوزة إلى حد بعيد. هذا بالإضافة إلى أني أستشعر أن هناك حالة من حالات الغضب ربما تجتاح عدد كبير. نعم. من نعم. أستاذنا محمد أبو العينين، وما هو وزن وقوف حزب مثل حزب النور وأحزاب أخرى مع السيسي؟ حزب النور فقد بطبيعة الحال تأثيره، والكتلة الحقيقية أو الكتلة التي كانت داخل حزب النور والتي كانت تمثل له جزء كبير من الآلة الانتخابية، أعتقد أنه فقدها نتيجة المواقف السياسية المتضاربة والمتناقضة خلال الفترة الماضية، وخاصة منذ 2013 حتى الآن، وانكشاف الدور الأمني الذي يمثله والذي يتم استغلاله بطبيعة الحال من قبل الأجهزة الأمنية، وهذا ما تم الكشف عنه من عدد كبير من قيادات الحزب أو الذين انشقوا عن الحزب. نعم. في الفترة الأخيرة، ويبدو أيضا من تبني الحزب لخيارات أقرب ما تكون إلى خيارات الأجهزة الأمنية. أعتقد أنه هذا الأمر ربما يزيد الحزب تأزما ويزيد الوضع الداخلي في الحزب، لأنه معظم كوادر طيب. الحزب هي تنتمي. شكرا. إلى الطبقات الاقتصادية الأدنى، وبالتالي شكرا. سيكون لهذا تأثير كبير على الحزب. طيب، شكرا محمد أبو العينين على مشاركتك معنا في هذا الموضوع وقراءتك. أشكر مشاهدينا في كل مكان، وأشكر أيضا كل من شارك معنا، محمد أبو العينين، دكتور أيمن نور، ودكتور أسامة رشدي، وأيضا دكتور عاطف أمين إبراهيم علي المحلل السياسي من لندن. أشكر لكم مشاركتكم، وأشكر لكم طبعا كنتم معنا. أشكر لمشاهدينا متابعتنا، أيضا إلى اللقاء.